طيب الأخت سامحون تقول أعرف أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بس أنا مش عارفة أعمل إيه مع والدي، وتكلمت معهم كثير وبرضه مش مقتنعين. أقول أختي الكريمة، يعني عليك بالصبر، عليك بالصبر، وربما يقتنع في وقت من الأوقات، لكن حاولي أن تطبقي ما اقتنعت أنه أمر من الله عز وجل، حتى وإن لم يرضى الوالدان، بارك الله فيك، حتى وإن لم يرضى الوالدان فأنت عليك أن تطيع الله أولا. فهل أنت تطيعين الوالدين؟ لماذا؟ يعني إذا سألت نفسك لماذا تطيعين والديك، أنت تطيعين الوالدين لأن الله أمرك بذلك، فكما استجبت لأمر الله عز وجل في بر والديك فاستجيبي له في الأمور الأخرى، وأفهميهم هذا أن لا 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 لا. والله أعلم، واهتمي دائما بالدعاء، بارك الله فيك، اهتمي دائما بالدعاء، لأن الدعاء سلاح المؤمن، بارك الله فيكم.